قالت له يا بخل صدقها دي في المدرسة. أنا ما خبرش كيف يعني، هو مش عشان الواد نطح عشان هبابه وبقي كيف العجل مسففينه وما لحد تقول له كده عجل يا أبوي. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة عتر. لا طبعا عتر، يا سلام العترة ده متربي وأخلاق، ما ينفعش العيال تتنمر عليه حتى لو بيجي بسم الله ما شاء الله زي الطور. يا مستر اياد، ما هو قال بسم الله ما شاء الله يحسدك يعني ولا ايه؟ هو الموضوع في الحسد يا ابوي. بس اياد بلاش تفاهة. لا مؤاخذة عتر، يعني انا بس بيني وبينك يعني بكلمك كأب، انا قلبي وكلني على ولدي، يعني حط نفسك مكانه، طفل صغير عينيه ما تشوفش غير ركب الناس، فجأة بقي كيف الفيلة بتاع تايلاند اللي عركبوه يتصوروا معاه سيلفي وينغزوه بالعصيان. طب ما روح لجليل احسن. يا ده مجرد تشبيه عشان يفهمني. لا يا كبير، حقك علي انا، انا اتصرف. العترة زي ولدي، انا برضك عندي عيل شحط زيي بالظبط. انا ماشي. يا ولد انت ده، ده حتى ما قالش بسم الله ما شاء الله. صوتك عالي. بتضحكوا قوي. قول اسف. اسف. لا مؤاخذة، انا بس عندي يعني سؤال برضك. هي البنت دي بتبين في البلد يعني، طلعت مره واحده كيف النبته الشيطاني. اغراب يا كبير، جت مع اهلها من القاهره اول العام الدراسي. بس خلاص اعتبر المشكله اتحلت، ده انت كفايه جيتك يا راجل. ربنا يخليك. وليك عليا يا عتره، هاخد لك حقك من جليله تالت ومتلت، هعمل لها استدعاء ولي امر، واخليهم يعرفوها غلطها، وانا بنفسي هحرج عليها تقرب مني. أو النبي يا مستر، بعدها عني خالص. أنا بس عندي يعني اقتراح، ومقصودش يعني إني أتدخل في الشغل يعني. ما تشيل ده من ده يرتاح ده عنده، يعني مثلا نقولوها فصل تاني. عاملها ازاي دي؟ بنت لسانها زي المبرد. إيه؟ لا يا كبير، أقصد إن الفصل التاني كله ولاد. طب ما تنقلوه هو. والله فكرة برضو يا جميل. الله يخليك، شايف كل لك نظر والله. لا ما اقصدش يا كبير، ده اني بنادب على الفراش. بس انت جميل برضك يا كبير. بجملك شزيد. تعال يا جميل. اوامرك يا سعادة البي، امرني. خد العترة معاك لمشرف الفصول بتاع السنة بتاعته، وقول له الاستاذ سعيد بيقول لك انقله من فصله لفصل تانية تاني، وروح شوفهم عندهم حصة ايه وخد العترة معاك. بس يا سعادة البيه، كل التلاميذ في المسرح بيعملوا بروفات المسرحية الجديدة يا سعادة البيه. الله، خدني المسرحية يا مستر، انا نفسي ابقى ممثل. مفيش الكلام ده، انت مش هتمثل يعني. انا ولدي هبقى دكتور. هبقى اعمل دور دكتور. ماشي تمشي برضه. خلاص يا كبير، سيب الولد شكله موهوب، قول له استاذ سيد ياخد العترة معاه في المسرحية. حاضر يا سعادة البيه. سلام يا ابوي. حاضر، اتفضل.